انا والد ماما، انا امي ماما، مامي انت حبيبي وروحي. مامي الصبح قام يقول لي يا ام انا راح اسيب في صاحبي، نيته صافيه وجميله، لبسه زي الفل، لبسه زي الفل ابن حبيبي. نزل قعد في الورشه صح، اتنين بينكشوا على لومة عيشه، بينكشوا ابن على لومة عيشه. واحد كتفه والتاني قعد يضربه في القطاوي، ومراته بقت تضربه على دماغه. تلات عليه ابني زي الفل، عيل طيب حلو والله طيب، ولا بيشرب مخدرات ولا سجارة، السجارة فاضية ما بيشربش أي حاجة والله. والنبي يا رب خد لحق ابني، والنبي يا رب خد لحق ابني. زي الفل نازل مش في نيته حاجة. هما بقى داخلين عليه بيستعدوا معاه في الخناقة، معاهم السلاح وجاهزين. يعني كان بيقولوا لابني كلمة، رد على الكلمة بس بسكوت، تلاتة قطعوه، التلاتة الولية مراته واتنين اخوان، بسكوت قطعوه التل محله وفي قلبي محله، وكمان امهم داخلة تكمل. طب ليه عمل لكم ايه؟ هو في نيته صافي، مش في ايده، معهوش سلاح، عشان هو كويس يا رب، مش معاه سلاح. والناس كلها في الشارع بيشكروا فيه، بيقولوا الا مؤمن، بيقولوا لنا شاء الله يما، انما هم مسجلين. انا سمعت برضه ان هم مسجلين وحشين، وكان بقاله فتره يقول لي يا امي الناس دي بتنكشني يا امي، الناس دي حاطيني في دماغهم يا امي، ما كنتش اعرف ان هم نيتهم وحشه. والنبي يا رب خد حق ابني يا رب، انت القاضي يا رب. الواد حلو والله، خساره في الموت. طيب الناس كلها هتموت عليه. ليه موتوا الرحيم؟ ولا بيبيعش مخدرات ولا بيشرب حاجه وحشه، ده نازل على اكلته وتعيش. ليه واحد يكتفه واحد يغص واتوفاه قطعتوه كل ده بطاوي؟ ليه وترمى على الارض؟ اترمى على الارض جاي مكمل، الوليه الكبيره جايه تكمل، وهم مشوا. ابني مش معهوش، هو معهوش حاجه، لو معاه سلاح كان خد حقه، لو معاه سلاح كان عور حد فيهم. مش معاه سلاح، نيته صافيه. وهم كانوا مبيتين من بالليل ان هم يموتوه. ده هو نازل بيقول لي يا ابني رايح لصاحبي واحد صاحبه ده رايح له يزف، ولا اعمل له النهارده الزفه يا امي؟ اعمل له الزفه. قلت له ماشي يا حبيبي، لبس نضيف، نيتك حلوه يا حبيبي. نازل نيته زي الفل والله. نزل موتوه في ثانيه موتوه والله العظيم. الناس كلها تسال في الشارع، مام العمر في حياته ما مسك السجارة، انما هما وحشين، هما بيشربوا وحرامية وبيبيعوا. طب المفروض اتنين اخوات يضربوا والولية تحوش، لكن الولية بقت تضرب مراته، تضرب على دماغه، واحد يمسكه واحد يغزغز فيه. طب ليه حرام؟ 17 سنة، 17 سنة صغير، 18 سنة صغير كده، حلو زي الفل، واسلوبه جميل والله. يقول للناس هما شافوه حلو في الشارع، بيطوله عايزين يمشوه من منطقه. طب مش تموتوا لي ابني يا اولاد، والنبي وقفوا معانا، انا غلبانه يا رب، الناس توقف معايا يا والنبي يا رب، وقفوا معايا. ابني مات يا اولاد، موتوه، وقفوا معايا والنبي. انا استنى يا حوالي هدوه. حضرتك عرفت من نفسك؟ انا مقتول حسين ابو مؤمن قتيل. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل اللي ابني نزل فتح محله اكل عيشه، وكان واقف شغال، وجيل القتيل، جيل المتهمين، اتخانقوا معايا عند محل اكل عيشه، بيتخانق مع واحد بيتكلم معاه وبيشتمه عند اكل عيشه،
وقال له يلا امشي من هنا وما تجيش تقف هنا تاني وبطل اللي بتعمله دوت. فقال له انت شبشب ومالكش لازمه، شطبه. انا شبشب؟ قال له اه شبشب. وراح قلع الصندل حضرتك وراح ضرب على وشه بيه، جبني بيمسك فيه، راح جاي اخوه جري وجات مرات اخوه فاتحه جنب، جاب فاتحه جنب ابني كده كوافير جنب وشه على طول، راحت جايه جري جايبه شومه ضربه بيه على دماغه، فابني اتهز لما اتضرب بالشومه كان هيقع، جاله له زي ارتجاج كده، راح جاي التاني اللي هو جوزها راح جاي بس فاتح المطوه راح جاي غز ابني في قلبه وفي بطنه، ابني بقى بيدافع عن نفسه وبايده عشان يمسكه بايده برضه غزه غزه واثنين وثلاثه واربعه في ايديه، ايديه اليمين وايديه الشمال مغزوز فيها، وده بقى جاي في التحقيق في التحريات وفي الكشف الطبي عليه وفي معمل بتاع التشريح، كل الغزات اللي واخدها في ايديه واللي في قلبه واللي في بطنه، والسلاح متحرص السكينه والمطوه اللي هو ميت بيهم ابني متحرص هناك في الطب الشرعي وفي الاسم حضرتك. وابني قبل ما دخل جوه حتى في قدام المحل بتاعه جوه دمه كله موجود على باب المحل وجوه المحل عشان يجيب اي شومه ولا يجيب مقش ولا اي حاجه عشان يدافع عن نفسه بيها، ما كانوا هم خدوا بعضهم وجريوا، تلاقي ابني مشي خطوتين بس كده عشان يبص عليهم راح وقع على الارض قدام الناس كلها، والوجعه فيه شوت كتير قوي من صغير لكبير بيتفرجوا عليه، ومن كتر حبهم في ابني نزلوا كانوا بيدوروا على الناس عايزين يموتوا الناس، اتخانقوا معاهم وموتوه عشان ابني ما بيظلمش حد ولا بيسرق ولا بيشرب سجاره ولا 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 اي حاجه. وكل ده موجود ثواني يا حسين، وده كله موجود في تحريات المباحث اللي عملتها، ووكيل النيابه قال لابنك نزلت سالت اكتر من 10,000 واحد مفيش حد ما شكرش في ابنك من صغار لكبير كلهم بيشكروا في ابنك وبيحبوا ابنك. انا كل اللي طالبه من ربنا طالب حق ابني. ايه سبب الجريمه يعني؟ سبب الجريمه هم بيتلككوا له من ساعه ما ابني فتح المحل من سنتين وهم مش طايقين ابني. ابني كويس، هم معروفين ومباحث عارفينهم دي عيال حراميه وشغالين في اي حاجه شمال، تليفونات المسروقه شغالين فيها، موتوسيكلات مسروقه شغالين فيها، تكاتك شغالين فيها، مخدرات شغالين فيها، وكل الناس عارفه بس والحكومه عارفه كده وعارفه هم بيشتغلوا وعارفه نشاطهم ايه. وابني نضيف، ابني ما بيعملوش دعوه باي حاجه عشان كده ما بيقولوش ابني. ولما جه ابني فتح بتاع موتوسيكلات ويأجر موتوسيكلات بقوا ياكلوا في نفسيهم، بقوا يروحوا يشتروا موتوسيكلات ويوقفوا يأجروا لها وببلاش حتى عشان وقفوا اكل عيال ابني، اكل عيش ابني، ما يعرفش ياكل عيش. وبقوا بيجوا له عند المحل، وهي الواقع جه عند المحل بتاع ابني، انا ابني ما راحش ضرب حد في بيته ولا راح اتخانق مع حد قدام محله، هم اللي جم عند ابني وهم اللي اتخانقوا مع ابني وهم اللي معورين ابني على باب محله. والحكومه عارفه كده. والتحريات اللي لموه عارفين كده. بطالب بيه دلوقتي؟ بطالب بحق ابني ان ربنا يكرمنا كده والحكومه تقف جنب مننا وجنب العيل اللي تعبت اللي تعبت في تربيته، والحمد لله وشكر لله كان عنده واحده تحري ولا عنده نيل ولا عنده اي حاجه. انا ابني كان كبير وبيخلص الورشه بتاعته بيطلع الجيم، بيقعد ساعه في الجيم ويطلع يقعد في وسطينا اهله يلعب شويه بالموتوسيكل مع اصحابه لسه عيل، انما هم مسجلين من الصغيرين اذا كان ده ولا اخوه ولا الست حتى اللي ضربته. وبعدين ده عيل يجي تيجي واحد يمسكه ويكتفه والتاني يفتح المطوه يديله مطوه عشان يموته. وحتى ربنا يبنوه. ابراهيم شغال مع الاسطى ده اخويا وكل حاجه، انا معاه 24 ساعه. نزلنا الصبح يعني هو جه على الساعه 2 كده رن عليا انزل عشان انا رايح تنجيد عيل صاحبي. نزلت انا قعدت في المحل وهو خد المكنه وراح التنجيد وجه بدنا قاعدين مع بعض وكل حاجه، وبيليا ده كان قاعد معانا صاحبه، بيليا ده كان قاعد معانا وقعدنا حلوين. بعد كده بيليا مشي وجي بعدها بنص ساعه بمكنه فضل يفصل وعمال يجي قدام المحل يزود بنزين ويقول له اشوفك، وفضل يرازي فيه يعني ويشتمه. المهم انا عايز اقول له امشي يا حبيبي روح العب بعيد، انت كنت قاعد معانا من شويه هادي، انت شربت سجاره وجاي تفوق علينا. بعد كده الولد فضل عمال يفصل يقول له يلا تعالى عبني تعالى عبني، هو من عمال له امشي يا حبيبي من قيمة سنتين كنت بتقعد تتفرج عليا. فضل عمال يستفز برضه من بالكلام. بعد كده فضل يرفع ويلف برضه قدام المحل يقول له يلا انزل لي نزل المكنه من عندك. فجاء من امسبه وقام دخل قعد في المحل جوه. واحد صاحب مؤمن بقى بعد ما بليا دوت مشي فضل يلعب بعيد عن المحل بشويه، واحد صاحب مؤمن نادى لبليا وهو صاحب بليا برضه قعدوا يتكلموا مع بعض. مؤمن طلع على باب المحل بره واقف عادي وانا واقف جنبه، فسمع سيرته جت فراح يسمع ووقف جنبهم ما فتحش بقه. قام الواد بيليا ده مديله بالزوج قال له روح عند محلك كده عشان ما اضربكش. قام مؤمن عامل له ما ايه ما تبداش بالمرازيه معايا، انا ما جيتش جنبك انا واقف ساكت.
قال له ايه؟ بقول لك امشي عند محلك عشان ما اضربكش. قال له قلتلك ما تعاندنيش تاني عشان انت تمامك اللي في رجلي. قام بيليا ده قام قالع الصندل وقام ضارب مؤمن بيه على وشه. المؤمن قال له انا قلتلك ما تجيش على سكته. قام قلتلك اهو قام ضربه تاني على وشه. قال له قلتلك عند المحل عشان انت تمامك الصندل اللي في ايدي ده. المؤمن قال له خلاص انت كده ايه انت اللي جيت رزقتني. قام ماسكه لسه بيمسك فيه قام اخو بيليا ده قام جاي قام ماسك مؤمن من دراعاته كده من ورا. قام بيليا لسه بيطلع الماتو فصاحب مؤمن مسك في الواد. قام عوره عور الواد في ظهره صاحب مؤمن عوره في ظهره من هنا كده وقطع له ايده من هنا. عور في ظهره وقام مسك مؤمن بقى وفضل يعور فيه وانا كان في ايدي عصايه لسه بضرب بيها لقيت مراته قامت جايه رماني هنا على كتفي هنا اهو كده وقام تضرب مؤمن فضلت تضرب مؤمن على دماغه والواد فضل يعور فيه. دخلت انا عشان اجيب حته عصايه تاني غير اللي اتكسرت. كان مؤمن دخل بقى المحل وكان متصفي كان دخل غرقان دم غرق المحل دم. ولقيت مراته جايه قصدي ام بيليا دي جايه وبرده جايه حته حديده وعاوزه تخش المؤمن المحل. المؤمن ما كانش قادر يقف مسك عصايه مقشه ولا مش عارف حته مفك صغير وطالع بيه وكانت ايده مخرمه من هنا ومن هنا وطالع بره. كانت الناس مشي راح عشان يبص على الاسطى مختل عشان يكونوا راحوا عنده وقع بره. اطلع بعدها بعشر دقايق واقع بره على الاوروبا مرمي كده مفيش حد راضي يرفعني على الارض. انا اروح ابص عليه الاقي جسمه كله بايظ ومرمي ومش ما بيتنفس خلاص كده كان طالع الروح. بتطلب ايه ده؟ بني ادم والنبي طفوا ناري والنبي بني ادم والنبي ابني طيب مش وحش والله انزلوا انتم انزلوا اسالوا عليه ابني طيب والله بني ادم والنبي يا رب وقف معايا يا رب والنبي بني ادم عشان ارتاح عشان ارتاح والنبي بني ادم والنبي عايز ارتاح الواد حلو